السلام عليكم الناس الكل في فيديو جديد ورياكسيون جديده وفزه جديده معكم ولد النوري اشتري بي تي بي جيش بش كل مره كلمه جديده وفزه جديده الاولاد تاخذوش عليا خاطر بالرسمي راني حاط في مخي موضوع يا خويا انا مانيش نحكي برشا فيه الموضوع حطوا كلايك الاولاد وكلابوني كلايك وكلابوني ما باش نحكي في موضوع في السريع تك 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 مانيش نحكي فيه برشا جمله اما باش نقول حاجه للناس اللي تحكي عليا بالخايب والناس اللي مش عجبتها اللي نخدم فيه خويا يعمل ما يعمل يعمل ديزلايك تحب الناس الكل تعمل ديزلايك اليوم خاطر انا خويا مانيش حاطهم في مخي يعني في رياكسيون خويا هبطت فيه تقبيليك اخويا حاسو نار على الاخر حاسو نار مش نورمال حاسو نار مش نورمال تركب على واحد حاسو مش عادي فهمت ميزو هاش والكازو الكازو ميزو هاش والكازو ما حاشتيش خويا هبطت قبيله شويه بما انه باش يهبط غدوه الفيديو يعني انا راني نصور اليوم يعني كي نقول قبيله شويه يعني انا تويك على اليوم مش على غدوتي ما علينيش ما علينيش ميزو هاش هبط فيه هو وكازو ما حاشتيش انا حاسه مش عادي فهمت خاطر زوز نفس ستيل نورمالمون نفس ستيل نورمالمون قراب لبعضهم يعني باش يخرجونا حاجه تشبه لبعض نبداو في الرياكسيون خويا وما نحكموش ونحكموا كام في الرياكسيون اوتوزكيتي يلعب في البيلي دخلة كيفيه الدخلة فيها الدخلة فيها قبل كل شيء فما اوتو تيون نورمالمون الصوت فيه اوتو تيون اما اوتو تيون بطريقه محلاها عرفت شنو ماهوش اكلي حاط اوتو تيون فما عباد من كثره الاوتو تيون تولي غني مزود اذا فهمتني اوتو تيون عادي به هذاي كي تسمع الموسيقى من كوتي تخميج مخ تحسوا عرفت شنو ركزوا معاه ما حشتيش انتي مخك وين يمشي بيه ركز مع هيك وانتي من الاول تسكر فيها وانا نحب نعيش مخك وين يمشي حد الان مرقلين ما حشتيش انتي من الاول تسكر فيها وانا نحب نعيش عندي مخي يحكم قلبي يعمل لي عطايل قديش من مرة نسامح وكل مرة نقول شن بطل يا اخي شكونك انتي بربي فاش قديش من مرة نسامح ونقول باش نبطل فازا هكا هاي هاي جاي هي تحاول فيه وكذا ما حشتيش انتي من الاول سكر فيها وانا احب نعيش عندي مخي يحكم قلبي يعمل لي عطايل قديش من مرة نسامح وكل مرة بار مش نورمال عندي مخي يحكم قلبي يعمل لي عطايل قلبي يوما عندي مخي يحكم قلبي عامل لي عطايل برسمي بار مش عادي قول شن بطل يا اخي شكونك انتي بربي فاش صلحت لي تحبني نتحرك في موضوعي كيف تصحتي شكون اللي تحق فيه بلا فمك حق خير تحب تشوف عودوا سمعتوها بالرسم قول شن بطل يا اخي شكونك انتي بربي فاش صلحت لي تحبني نتحرك في موضوعي كيف تصحتي شكون اللي تحط فيه بلا فمك حكا خير ريكل تحب تشوف خير جيت مخر واخر خير اربحني توا قبل ما نقدم ونطلع لك في السوق ما نضرش روحي تجي قدامي نضرك انتي خير حطت في قلبي من الاخر وناوي باش نربح تروحي شوف يو يو اسمع هذا
اسمع هيك لك في السوق ما نضرش روحي تجي قدامي نضرك انت خير حطت في قلبي من الاخر ونيوي باش نربح تروحي شوفو حطت في قلبي من الاخر حلوه حلوه على الاخر الفاز نحب بلاصتي مش بلاصتين مخي فيها اكثر من فاستين نحيهم من مخي ونركز في روحي واللي يعرضني يمشي في التاستير عادي سوي يا نسر روحي على ضيعت الفرصه الرفرا مش عادي بالرسمي نعدي ما احليه الرفرا على الاخر رفراء بالرسمي ساعة لك الدخلة ذيك متاع ترى لا 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 ودرا شنو بعديك عملها رفراء مش عادي رفراء يطير بلاصتي مش بلاصتين مخي فيها أكثر من فاستين نحيهم من مخي ونركز في روحي اسمع رفراء عادي سوية نسر روحي على ضيعت الفرصة دقيقتك فين طول روحي توا نجيب مخير اربحني توا قبل ما نقدم قبل ما يدخل كازو في قبل ما يجي كازو ويبدا يرابي بلي مش نفس ستيل نحنا نسمعو كازو نسمعو ميزو هاش توا باش تسمع عندي نفس كي يدخل كازو ركز معاه ما حشتيش انتي من الاول ساكن فيها وانا نحب نعيش ما حشتيش مديت فرص خسرت فرص طلعت ما تستاهلش طيشت اللص هز دخلة متاع كازو ساعة الفازة اللي عملوها كفكرة متاع كليب تحفونا كفكرة متاع كليب تحفونا على الاخر ركز تفرش مديت فرص خسرت فرص طلعت ما تستاهلش طيشت اللص هزيتك انتي فهمني علاش ما يثمرش طلعت بلا فاز زايد لك انفس مخا قالب لك الكرسي حفظتك النص حليت لك القفص شديت فيس حليت كرفي يو 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 كازو فك عليك اوه يو يو شو البارة ذي يسمع البارة ذي اسمع البارة ذي طب لفاز زايد لك انفس مخا قالب لك الكرسي حفظت لك النص حليت لك القفص شديت فيس حليت ايه ملا يو 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 بش نحاودو يا يا لفاز زايد لك انفس مخا قالب لك الكرسي حفظت لك النص حليت لك القفص شديت فيس حليت كازو فك عليك مخي حسب ما فهمت الكليب انه ميزوهاش تجي صاحبته تقول له تحكي له موضوع تقول له جانا عملوا كذا وكذا ويخمن في الخدمه وقتها كيف كازو قاعد يكتب في موزيكا هي تحب تحكي معاه هو لهي بالموزيكا يعني معناتها هكا حسب ما حبوا يفسروا في الكليب ما حشتيش هو اسمه انا فهمت عليه تو اسمه ما حشتيش يعني يفسروا كيفيه يعني ما يحب حد شيء بخلاف الموزيكا والخدمه اللي يعمل فيها هذا حسب رايي انا وحسب ما فهمت الكليب لي ديما كل ما نخمم فيك علاش عليك عرفت تفرج توتو وش اسمه كيفاه فك عليك كازو فك عليك مخي يحكي هالي ديما كل ما نخمم فيك توتو والاخر صاحبه ريكشين من تيلي عرف شنو قاعدين جو محلى جو يعني علاش عليك حبي علاش عليك تضيع فيا وانا ضيع بيبي بي اوه فهمت عطاوريتها كيفاش نعطي اكثر من وقتي نتفكر مقتي ونعوز لقتي زايد اليومي كرس ندم ترونكيلو نحكي وسنيتي وحدي صار في وراقي تحتي ما خسرتش عايلتي وصحتي عندي ما نحكي مدام الخدمة هم عادي سوية نسأل روحي على ضيعت الفرصة دقيقتك في نقول روحي تاو نجيب مخير ولا انرجي فيه الكليب الرسمي ولا انرجي تفرج فرش كعبة الانرجي وكعبة ال صار في وراقي تحتي ما خسرتش عائلتي وصحتي عندي ما نحكي مدام الخدمة هم عادي سوية نسأل روحي على ضيعت الفرصة في نقول روحي نجيب مخير اربحني توا قبل ما نقدم ونطلع لك في السوم ما نضرش روحي تجي قدامي نضرك انتي خير ما حشتيش انتي من الاول ساكر فيها وانا نحب نعيش ما حشتيش انتي من الاول ساكر فيها وانا نحب نعيش فيت الموسيقى وفيت الكليب وفيت الرياكشن كليب عادي معناه كليب سامبل على الاخر سامبل على الاخر اما تحفون كليب سامبل اما تحفون فرج الضحكه بلي ولا ذكرني في الضحكه كازو ويني ربي فمه وشديقه محلول عرفت يضحك دركي فيه وتفرج ميزه حط فمه حط صبعه في فمه كذا المهم ككليب كفكره كموضوع تحفون كانرجي عرفت شنو هذا ظهر فيه هكا نتاع ريتش لوتا الرابرات يخدموا نتاع الصيفي خاطر بالرسمي جاي مهرجانات وجاي فازيات وجاي تكتيك يعني قاعدين يعملوا في
في حاجة معناها لسفيها لحد شي كوميرسيال على الاخر يخدموا في موزيكا كوميرسيال جوس باش يطلعوا المهرجانات تويكا خدمة متاع مهرجانات متاع شنعة في مهرجان في كذا ترسي يعني تو لازمها لازمها خدمة على الاخر اما خدمة تحفونا على الاخر ووكها وخوي والله الله يرحم والديكم اللي تسبوا راكم قاعدين تعطيوني في انرجي وفي فازة مش عادية. الكليب انا باش نعطيه خويا حسب رأيي 7.5 7.5 كاو يزي 7.5 مش خايبة راه مش خايبة مش خايبة زملة انا ولا 7.5 مش خايبة ما حسب رأيي نجموا يعملوا ما خير خاطر ميزو هاش وكازو اما ساعة قبل كل شيء ساعة مش تحسهم نفس الستيل ديما نعاود فيها نفس الستيل نفس الستيل اما بالرسمي كليب تحفون باش نعاود نبقى نعاود فيها كليب تحفون سامبل وتحفون وموزيكا تحفونة على الاخر وبنات زبابر على الاخر و توتو من تيلي يتفرج في التليفون هو صح ما عليناش خويا بالرسمي نعاود نقول الناس اللي تسب خويا يعطيكم الصحة محليكم على الاخر راني بالرسمي قد ما تسبوا لي قد ما نزيد نحب قد ما نزيد نحب نقدم باش نسكتكم والله سبني خويا نحب نخرج للشارع يسبوني تو العباد نحب اول واحد يعرضني يقول لي يا مرة يا من هيك فاش تعمل هكا والله ولا نحب هالفازة هذي في المهم انا فما بناس تمن بيا خويا ليت العباد لي القراب لي على الاخر هكا الناس لي خويا تحب تزابي الفيديو ولا تخرج حتى كاللايك وسبسكرايب خويا واخرج على روحك خلينا نكمل نحكي في الموضوع الناس اللي يهمها يعني الناس اللي يهمها خويا انا باش نبقى انا نخدم في الحاجة زي اللي نعمل فيها هما الناس تمن بيا خويا ريت الناس القراب صحابي اخواتي عندي اخواتي خويا قاعدين يسيبورتيو فيا على الاخر قاعدين يقولوا لي واصل في الخدمة ذيك راك تنجم توصل لبعيد فما كومنتات قاعد تجيني من عند عبد ما نعرف ايش صاحبي عبد ما نعرف ايش قاعدة تسيبورتي فيا وناس قراب لك معناها ولاد حومتك وكذا ولا علينا خويا فما ولاد حومة يقول لك ما تعملش هذيك خاطر في مصلحتك ما فما عبيد قاعدة تحكي عليك في ظهرك فهمتني وانا حاجة تغيظني على الاخر الحكاية ذيك ترى نورمال مو انا ولد حومتك خويا تجي تقول لي اخدم كمل اخدم ما مش تجي تقول لي شنو الحاجة اللي قاعد تعمل فيها خويا انا نحسها على الاخر انا في بلاصتي نحسها فهمتني قاعد نحسها قاعده تزيد تقول لي قدم فهمتني قاعده تزيد تقول لي قدم قدم وقبلهم عينيهم كيف ما يقول باب دي المهم خويا وفات الرياكسيون اليوم اكل لايك وسبسكرايب لولاد ونتلقاو في الرياكسيون الجايه وباي باي.